تعاني مساكن الإيواء بحي الكيمان بمدينة الفيوم من الإهمال الشديد من الجهات التنفيذية، أكوام من القمامة ومياه الصرف الصحي وروائح كريهة، مشكلة لا حل لها حسب ما يرى أهل المنطقة الذين اعتادوا هذا المظهر يوميا. ما حدش بيجي لمؤاخذة يسلك المجال، لو في رقاء يعني كل يوم يجي لمؤاخذة الراجل بتاع المجلس أو بتاع الحي ويسلك المجال دي ما نبقاش في الوباء ده. الناس برضو لما ما دام دي مقفوله كده يقول لك ماليش دعوه بيها، يعني نادر لما يخش هنا، نادر لما اشوفه داخل هنا، راح تبص تلاقي الزباله كلها موجوده. طيور وجدت لها مخرجا من حراره الشمس بالشرب والاستحمام في مياه الصرف الصحي، بينما تأذى المرضى والمصلون منها، فيما يقوم بعض الاهالي بطرد مياه الصرف التي دخلت الى منازلهم. المغاري ده من زمان من حوالي 5-6 سنين شغال، المغاري شتى طوب المغاري ده العماره كل عماره وراها ما يشغلها من المغاري، حتى المحلات بتاع الورش اللي انا مغاري واد المداخل بتاع العمايل. اطفال ارادت ان تعيش بصورتها، غير انهم مهددون باصابه بالامراض الخطيره جراء انتشار القمامه ومياه الصرف الصحي. من محافظه الفيوم عمر احمد، شبكة رصد.